يا مرحبا فيكم مشاهدين قناة الريان الفضائية، وكل عام وأنتم بخير في رابع أيام عيد الفطر المبارك ورابع حلقات برنامجكم برنامج عيدكم مبارك. في عيدكم مبارك اليوم راح نستقبل اتصالاتكم وتهاني العيد، وراح نطرح عليكم أسئلة خفيفة تدخلون من خلالها على القرعة والسحبات والجوائز. راح نذكر لكم أهم الجوائز اللي معانا اليوم. راح تكون معانا قسائم شرائية بقيمة 500 ريال من قهوتنا التابعة لمجموعة بلمة للضيافة لخمس مشتركين. أيضا راح تكون معانا قسائم شرائية بقيمة 500 ريال من كونسبت الدوح، وقسائم شرائية بقيمة 500 ريال من ريلاتو. أيضا ما ننسى الجائزة الكبيرة والجائزة الأكبر، وهي الجائزة القيمة من الجابر للساعات. راح نبتدي معاكم اليوم حلقتنا، لكن قبل أن نبتدي خلينا نتعرف مين ضيفنا اللي معانا اليوم. راح يكون الزميل فيصل المهندي. خلينا ناخذ اتصال مع الزميل فيصل المهندي ونشوف اليوم جاهز للتحدي معاكم إن شاء الله، وإن شاء الله الفوز وفال الجميع الفوز معانا اليوم. فيصل مسيك بالخير. النور يا علي، يا هلا ومرحبا فيكم وعيدكم مبارك في رابع أيام عيد الفطر المبارك. فيصل جاهز للتحدي اليوم؟ أنا أقول لكل المتابعين قناة الريان عليكم تتصلون وأبشر إن شاء الله كلكم فايزين أنت اليوم، وإن شاء الله ويك يا علي ويبشرون كل المتابعين واللي راح يرسلون فيديوهات على الواتساب 5000122 واللي راح يتصلون على رقم 4181 كلهم راح يبشرون إن شاء الله بالجوائز اليوم. وانت تبشر بالخير وفال الجميع الفوز يا فيصل. ننتظرك بعد قليل ان شاء الله معنا في الاستديو. مشاهدينا الكرام، راح نعرفكم بارقامنا للتواصل عبر التليفون 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1 عن طريق التليفون. محبين التواصل الاجتماعي الواتساب، محبين التصوير الافلام القصيره، اللي حاب يرسل فيديوهات لعياله كشخه العيد، قصيده، كلمه عن العيد، كلمه عن التباعد الاجتماعي في هذه الأيام الجميلة في عيد الفطر المبارك، عبر 5001-222 5001-3 2. ننتظركم وفال الجميع الفوز. خلونا أيضا مشاهدين الكرام نتعرف من الاتصالات اللي معانا، ومن أول اتصال ونقول لك كل عام أنت بخير ومسيك بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة، مساكم الله بالخير. الله يمسيك مثلك، العام أنت طيب. وانت طيب سلام ان شاء الله، عساكم بخير. عسانا بخير بسماع صوتك، الله يحفظك. تعرفنا باسمك من اي منطقه؟ معاذ جاسم من الدفنه. جاسم من الدفنه، حيا الله للدفنه. جاسم الله يحييك. اليوم رابع ايام العيد، شو اجواءك في العيد؟ هل وديت عيالك مكان، طلعت مكان، قعدت في البيت؟ شلونك مع التباعد الاجتماعي؟ عرفنا شوي. انا والله قاعد في البيت، ما طلعت الا اول يومين. شلونك مع التباعد الاجتماعي يا جاسم؟ لا مطبقه ان شاء الله. ان شاء الله يا جاسم. جاهز للمسابقه؟ جاهز؟ اي نعم. نبيك شوي تكون معانا حماسي وتجاوب اسرع. المسابقه الاولى اللي معانا وهي مسابقه صح وخطا، جاهز؟ اي جاهز ان شاء الله. عاد الله تساعدك ان شاء الله. يستاهلون هالدفنه يا جاسم، لا تحاتي ان شاء الله. اسئلتك خفيفه وان شاء الله اسئلتك راح تدش معانا وتربح ان شاء الله اليوم. جاسم لك في الرياضه؟ اي لي في الرياضه. حلو. السؤال الاول يقول يا جاسم، سعد الشيب حارس المنتخب القطري لكره اليد. لا خطا، كره القدم. صحيح وانت صح. اول مباراه رسميه خاضها المنتخب القطري لكره القدم كانت 1970. و70. خطأ. لا بعطيك آخر محاولة. خطأ. آخر محاولة يا جاسم. صح. وأنت صح، خليك سريع معايا يا جاسم. باقي لك محاولتين وتدخل معانا إن شاء الله على جوائز القيمة. أول مشاركة للمنتخب القطري لكرة القدم في كأس آسيا كانت سنة 1982. كأس آسيا 1982. اي نعم. في كأس آسيا. لا خطأ. وانت صح. نادي الغرافة كان يحتل المركز الخامس في الدوري القطري لكرة القدم قبل توقفه مع جائحة كورونا. الخامس، الرابع، السادس؟ لا الرابع. صح. متأكد؟ ايه. الخامس ولا الرابع؟ الخامس.
الخامس؟ لا الرابع. الرابع يعني خطأ وانت صح. ومبروك يا جاسم، أول متصل من الدفنة. جاسم مبروك، دخلت معانا في القرعة اليوم وفالك الفوز. ألف مبروك يا جاسم من الدفنة. أسئلتنا خفيفة مشاهدين الكرام، كلكم إن شاء الله فالكم الفوز، راح تدخلون معانا على القرعة والسحب المتواجد معانا. خلونا مشاهدين الكرام قبل أن نستمر معاكم في المسابقات، صراحة أنا من محبين اللون الأحمر، اليوم محل الورود تويق وفر لنا مع التنسيق والألوان الجميلة اللي نشوفها معاكم على الشاشة، الألوان البهية. أنا من محبين اللون الأحمر، اليوم تويق جاب لنا لون أحمر، بيض الله وجيهم تويق على الورود والتنسيق الجميل للورود. نستمر معاكم وناخذ اتصال آخر، نقول لك كل عام وانت بخير. ألو. وانت بخير وصحة سلامة. عرفنا على اسمك من أي منطقة؟ محمد، وياك من بن عمران. محمد من بن عمران. محمد شلون العيد وياك؟ والله الحمد لله تمام، كل شيء اوكي. الأجواء الاحترازية معاك شلون؟ كلها اوكي، بنزل الاحتراز وقاعدين في البيت ومطبقين الشروط. وخلكم في البيت وتابعونا وفالكم طيب إن شاء الله مع الجوائز الطيبة. جاهز؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. استاد المدينة التعليمية يتسع لأربعين ألف متفرج، طبعا واحد من أكبر الملاعب الموجودة معانا اللي راح تكون إن شاء الله من الملاعب المقيمة عليها مباريات كأس العالم. استاد المدينة التعليمية يتسع لأربعين ألف متفرج. صح. وانت صح. استاد البيت يستضيف المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. قطر لوسيل. وانت صح، ما شاء الله معلوماتك جميلة. تصميم استاد الثمامة مستوحي من القحفية التقليدية، صح ولا خطأ؟ صحيح. وانت صح، باقي لك واحد تدخل معانا في القرعة، باقي لك إجابة واحدة. عمرو بن كلثوم هو شاعر جاهلي، صح ولا خطأ؟ أداي خطأ. صح صح. وانت صح ودخلت معانا يا محمد بن عمران من ثاني الاتصالات. مبروك يا محمد بن عمران، دخلت معانا في القرعة. الأسئلة بسيطة مشاهدينا الكرام، بس يبي لها شوية سرعة ويبي لها شوية بديهة، وأيضا الكل معانا فايز، وإن شاء الله الكل معانا إن كان متصل أو راسل معانا فيديو راح يدخل معانا في السحوبات. مشاهدي الكرام دائما كل يوم عودناكم نشوف كشخة عيالنا والفيديوهات الجميلة اللي تربح معانا أيضا وتدخل معانا في السحوبات. خلينا نشوف هذا الفيديو لكشخة عيالنا ونرجع معاكم. سأبقى دون رفقة، ردد إنسان الشر، ردد إنسان الشر، ردد إنسان الشر. عيدكم مبارك، خليك في البيت. أنصح الجميع بعدم خروج من المنزل، أن يقضوا أيامهم في العيد وبفرحة وسرور. خليك في البيت. مبارك أنت خير. وإحنا أيضا مشاهدي الكرام نقول لكم خلكم في البيت وتابعوا شاشة قناة الريان، إحنا فائزين والكل اللي راح يتابعنا ويتواصل معنا إن شاء الله فائز. خلونا نستمر معاكم في المسابقات ومسابقة الصح والخطأ، وناخذ اتصال نقول لك كل عام وانت بخير. يا أهلا مرحبا فيك. مريم. ألو. كل عام وانت بخير أختي. أنت بخير صحة سلامة. مريم من أي منطقة؟ من الزغوة. مريم من الزغوة. مريم شلون أجواءك في العيد؟ وهل طبقتي الأشياء في الاحترازية ولا لا؟ أي والله في البيت ومنزلين تطبيق احتراز وما نروح مكان. حلو يا مريم. مريم التواصل الاجتماعي، تواصلتي مع حد من مثلا رفجاتك، من الاهل، حد يدرس برا عندكم من اخوانك، تواصلتي معهم عن طريق البرامج هذه التواصل الاجتماعي؟ اي والله نتواصل عن طريق الهواتف والفيديوهات بس. حلو يا مريم، واحنا بعد ننتظركم يا مريم اذا عندك فيديوهات حق اخوانك حق خواتك الصغار
على كشخة العيد، حياكم الله. 5000 واحد 3 رنات، جاهزة معي يا مريم؟ إن شاء الله. أيوة. شو معلوماتك يا مريم؟ ثقافية رياضية؟ يعني ثقافية إن شاء الله. إن شاء الله فايزة معانا، والأسئلة اللي عندنا خفيفة. جاهزة يا مريم؟ إن شاء الله جاهزة. يقول لك يا مريم، قطر البترول تعمل على المستوى المحلي فقط، صح أم خطأ؟ خطأ. وانت صح. يتم تصدير الغاز القطري للعالم عبر الأنابيب فقط، صح ولا خطأ؟ خطأ. وانت صح، عبر النقلات. مهرجان محاصيل يقام سنويا في الحي الثقافي كتارة، شفنا من فترة، صح ولا خطأ؟ صح. وانت صح. مهرجان حلال قطر يقام سنويا في البر، بعد شاهدنا ترى. خطأ. وانتي صح، ودخلتي معانا القرعة يا مريم من زغوة. ألف مبروك يا مريم. أسئلتنا خفيفة، مبروك يا مريم من زغوة. إن شاء الله فالش الفوز بإحدى الجوائز المتواجدة معانا مشاهدين الكرام. اليوم راح يكون معانا 10 جوائز إن شاء الله، وفال الجميع الفوز. مشاهدين الكرام، نذكركم بأرقامنا 5 4 1 8 1، ننتظر اتصالاتكم. وتهاني العيد تدخلون معنا في السحبات والجوائز القيمة. خلينا ناخذ اتصال آخر، نقول لك كل عام وانت بخير. من معانا اليوم؟ عام وانت بخير. فاطمة. فاطمة، كل عام وانت بخير أختي. من وين هي فاطمة؟ وانت بخير. من الذخيرة. فاطمة من الذخيرة، حيا الله هل الذخيرة. الله يحيي فاطمة. شون أجواء العيد معاك؟ والله الحمد لله، يعني متواصلين مع الأهل عبر التلفون عبر الجوالات. حلو، مع التواصل الاجتماعي ها؟ ايه. جميلة فاطمة، جاهزة لمسابقتنا؟ ايه جاهزة. توكلي على الله يا فاطمة. فاطمة، الصحابي أبو عبيدة عامر ابن الجراح يحمل لقب أمين الأمة، صح أو خطأ؟ خطأ. بعطيش آخر خيار، صح ولا خطأ؟ صح. وانتي صح، ركزي معاي وتشوفيني عدل. سيف الله المسلول هو لقب للصحابي عبد الله بن رواحة، صح ولا خطأ؟ خطأ. سهلة هاي. خطأ. وانتي صح. العالم المسلم ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع، ابن خلدون صح. معروف صح ولا خطأ؟ صح. وانتي صح. باقي لك سؤال وتدخلين معانا إن شاء الله في القرعة. الماموث هو حيوان تعرض للانقراض، صح ولا خطأ؟ يشبه الفيل، هو حيوان يشبه الفيل شوي. صح. صح. وانتي صح. فاطمة من الذخيرة، معلومات الجميلة يا فاطمة، مبروك يا فاطمة، وفالت الفوز ودخلتي معانا في القرعة. ما شاء الله مشاهدين الكرام، الفيديوهات الجميلة حق عيالنا اللي راح نشاهدها معاكم، فيديوهات كثيرة تصلنا ولله الحمد يوميا عبر شاشة قناة الريان وعبر الواتساب 5001 3 2. الكل معنا فايز، لكن نشوف الفيديوهات لعيالنا ونرجع لكم مرة ثانية. من عجل قطر خليكم بالبيت، كل عام طب بخير. تبخل خليك بالبيت قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك، لأجل صحتك ولأجل وطنك خليك في البيت. Let's go.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وشفنا اجواء عيالنا في البيت اللي كم مجمع عيديه واللي تاخذ من اخوها عيديه واللي تقول خليكم في البيت، اجواء جميله تعودنا عليها في الارض الحبيبه ارضنا قطر وبالتحديد في جميع المناطق، وفرحه عيالنا فرحه العيد في عيونهم. مشاهدينا الكرام نرجع لهم للمسابقات ونرجع ايضا معاكم للاجواء الحماسيه والتحدي وناخذ اتصال ونقول الو. كل عام وانت طيب وانت بصحة السلامة. فايزة كل عام وانت بخير اختي. وانت بصحة السلامة. انعاد عليك بكل خير. فايزة من اي منطقة؟ الهتمي. فايزة من الهتمي، حي الله الهتمي. الله يحييك. اهل الشرق دائما في العيد اجواءهم غير، اكلاتهم الشعبية وايضا اجواءهم في البيت غير، شلون اجواءكم كانت في ريج الهتمي يا فايزة؟ والله أجواء يعني مع الجائحة يعني الحمد لله، بس يعني تمنينا لو أن تكون الظروف أحسن إن شاء الله. دامنا أنتم في البيت ومخذين الوقاية والأجواء الاحترازية ومنزلين أيضا أبليكيشن احتراز، إن شاء الله كلنا بخير والخير إن شاء الله. إذا اليوم تباعدنا بكرة بنت قارب إن شاء الله يا فايزة. فايزة إن شاء الله فايزة معانا، جاهزة للتحدي؟ أي جاهزة. زي فايزة بسألك، دائما هالشرق وهل الدوحة لهم طبخاته واليوم العيد الخنفروش الحلويات الزينة، شو سويتوا في العيد؟ لازم الساقو حلو والخنفروش، هاي أساسيات العيد، وبلاليط الصبر يوق لازم لازم. ها؟ اي جاهزة معانا للفوز إن شاء الله يا فايزة؟ جاهزة. فالش طيب يا فايزة. فايزة بسألك أسئلة عن المراكز الشبابية المحلية، إن شاء الله تكون سهلة عليك وراح أساعدك في الكلفة أنا فايز. السؤال الأول يقول يا فايزة، مركز شباب العزيزية يتبع إدارة التجارة والصناعة، صح ولا خطأ؟ خطأ. وانتي صح، يتبع وزارة الثقافة والرياضة. مدينة رأس لفان الصناعية تبعد عن الدوحة 80 كيلو، صح ولا خطأ؟ راس لفان. صح. وانتي صح يا فايزة. خليك سريعة معايا يا فايزة، دولة قطر لا تصدر مادة الأمونيا، صح ولا خطأ؟ خطأ. وانتي صح. دولة قطر مصدر رئيسي للبتروكيماويات، صح ولا خطأ؟ سهلة هاي. صح. وانتي صح فايزة. هل الهيتمي يستاهلون وفزتي معانا اليوم يا فايزة ودخلتي معانا، ألف مبروك يا فايزة فزتي معانا ودخلتي معانا القرعة على الجوائز القيمة اللي ذكرناها معاكم وراح نذكرها أيضا الآن. فايزة دخلتي معانا وفالك الفوز إن شاء الله بإذن الله يا فايزة. مشاهدين الكرام عندنا جوائز اليوم 10 جوائز قيمة إن شاء الله، راح تكون عندنا جائزة قيمة مقدمة من الجابر للساعات وايضا قسائم شرائيه بقيمه 500 ريال من محلات او من محل ريلاتو للحلويات والشوكولا، وايضا قسيمه شرائيه بقيمه 500 ريال مقدمه من كسبت بدوحه، وايضا مجموعه قسائم شرائيه بقيمه 500 ريال مقدمه من قهوتنا التابعه لمجموعه بلمه للضيافه لخمس مشتركين. مشاهدينا الكرام اجواءنا جميله ومستمرين معاكم في اسئلتنا، خلينا نشوف ناخذ اتصال ولا نروح فاصل؟ ناخذ اتصال ونشوف من الفايز معانا واللي يدخل معانا في القرعة وعلى السحوبات. نقول لك كل عام وانت بخير. هلا وانت بخير. عرفنا باسمك. جوهرة من معيذر. جوهرة من معيذر، حي الله هلا معيذر، يستاهلون هلا معيذر ان شاء الله. جوهرة جاهزة معانا للتحدي؟ اي جاهزة. جوهرة كم عمرك؟ 16 سنة. 16 سنة. حد جنبك يساعدك جوهرة في الأسئلة؟ اي حالي جنبي. زين سويتي في العيد جوهرة؟ قعدتي في البيت شفتي برامج قناة الريان؟ اي قاعدين في البيت نشوف البرامج. زين انا بساعدك، يستاهلون هالمعذر، جاهزة؟ اي جاهزة. توكلي على الله. السؤال الأول يقول أرسطو هو فيلسوف عربي، صح أو خطأ؟ خطأ. صحيح، وهو فيلسوف يوناني. قرطاج هي مدينة تونسية، صح ولا خطأ؟ قرطاج. صح. وانتي صح. الدكتور حسن راشد الدرهم هو رئيس جامعة قطر،
صح او خطا؟ صح. وانت صح، باقي لك سؤال واحد تدخلين معانا القرعه ان شاء الله. جاهزه؟ جاهزه. بس اذا السؤال سهل، تم افتتاح مركز قطر الوطني للمؤتمرات في عام 2009، صح ولا خطا؟ صح. خطا. عندك سؤال وان شاء الله هالمعيذر وجوهره راح تدخلين معايا اليوم. جاهزه؟ جاهزه. تم افتتاح مركز الدوحه للمعارض والمؤتمرات في الدفنه في سنه 2012، صح ولا خطا؟ خطا. وانت صح يا جوهره، وفالك الفوز معانا يا جوهره. الف مبروك في استماعنا يا جوهره، وان شاء الله فالك الفوز، وان شاء الله نختارك في القرعه يا جوهره، وفال المتصلين الجميع بالفوز. اسئلتنا مشاهدي الكرام اسئله خفيفه وسهله، تابعونا وفال الجميع الفوز. مشاهدي الكرام لا تروحون بعيد، راح نرجع لكم بعد الفاصل. يا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام، وايضا نحيي الزميل والضيف فيصل المهني. فيصل متاخر وكالعاده منور الاستديو. والله انا اول شيء اعتذر للمشاهدين، انا جاي بسرعه حق علي، صراحه يعني المشاهدين يستاهلون في العيد ان نفرحهم وانهم يفوزون. يمكن تاخرت عليهم دقيقه او دقيقتين، لكن ان شاء الله بنعوضهم في هذا البرنامج، وان شاء الله كل المسابقين معنا في هذا البرنامج راح يفوزون، وان شاء الله كلهم فالهم الفوز. بس عليهم اول شيء ياهم يتصلون على رقم 4881 ويشاركون معنا ويجاوبون معنا في المسابقات والاسئله البسيطه اللي ان شاء الله راح نساعدكم فيها، او يصورون عيالهم او اللي صوروا عيالهم خلال ثلاث ايام اللي فاتت ويرسلون الفيديوهات على 5001222. يا مشاهدينا الكرام بس نحب نوضح ان لا تتصلون على 5001222، هذا الرقم فقط للواتساب ترسلون عليه فيديوهات عشان نعرضها على الشاشه ويدخلون معنا في السحب. ما شاء الله عليها كلهم اليوم، كلهم اليوم يا فيصل ما شاء الله في نوايد ان شاء الله، وايضا الفيديوهات كثيره. فيصل امس كان معانا ابو علي فهد الكعبي، الكل فاز معانا. اليوم التحدي ترى كبير عليك، وابو علي تحداك، كلمني قال انا اتحدى فيصل. جاهز؟ انا اقول لك ما حد معي خسران ان شاء الله. جاهز يا فيصل؟ انا جاهز. ناخذ الاتصال الاول. كل عام وانت بخير. وانت بصحه وسلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عرفنا باسمك ومن اي منطقه؟ ناصر. ناصر. ناصر من اي منطقه يا ناصر؟ من الريان. حيا الله اهل الريان. ناصر معاك اخوي ناصر المهندي. عيدك مبارك وعساك من عواده. عساك من عواده. ناصر ايش سويت في العيد؟ جمعت عيديات و ايوه جبت فلوس. زين بس بيني وبينك كم جمعت؟ ما بقول حق علي بس قول لي انا. 1000. 1000 1000 ان شاء الله اليوم يزيدون هال1000 بجائزه من الجواز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. جاهز حق الاسئله؟ جاهز. علي عطنا من الاسئله السهله، خلينا نسال ناصر. احنا اليوم المسابقه اللي معانا فيصل اختيار الدخيل. خلاص توكل على الله. اختيار الدخيل. ناصر السؤال الاول عند فيصل راح يساعدك فيه وانا راح اساعدك فيه. جاهز؟ جاهز. عندك يا فيصل. نعطيه اول واحد؟ اول واحد. حاول نسهله. ناصر بعطيك ثلاث كلمات. نعم. واحده فيهم غير عن الباقي. ركز. ان شاء الله. الكلمه الاولى الدوق، الذره، الديره. اي واحده فيهم هي غير عن الديرة. اعطيك اعطيك يا محمد، اعطيك اعطيك يا ناصر. مو بالديره، الديره الديره. انا اسف. الديره. 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 اساعدك ناصر. اساعدك. انت تساعد يا علي. ديرة يا ناصر. الف مبروك يا ناصر. ناصر شاطر ما شاء الله. طبعا الديره هي طبعا هي البوصله يستخدمها صحيح اهل البحر في رحلتهم للغوص. ناصر يدخل معنا السحب. الف مبروك يا ناصر، دخلت معنا القرعه. يستاهل ناصر ان شاء الله يزيدون الالف يا ناصر اليوم ان شاء الله باذن الله. خلينا نشوف اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. من معنا؟ عبير. يا هلا فيك يا عبير. عبير من وين تكلمينا؟ من الغرافه.
من الغرافة. هلا فيك وهلا الغرافة. عبير على عجالة، ايش سويتي في العيد؟ تمام والله، لا قاعدين في البيت ومتابعينكم. ما شاء الله، في أجواء جديدة في العيد وانتم في البيت؟ في البيت بس يعني التلفزيون الترفيه. ما شاء الله وخالكم دوم متابعينا. عبير تبي سؤال سهل ولا صعب؟ لا سهل طبعا أكيد. أي إن شاء الله سألتنا كلها سهلة، ما في أي سؤال صعب، وكلكم إن شاء الله تكون فايزين. تستاهل تستاهل عبير. عبير أجواء البيت نعم. معاك العيال، أجواء التلفزيون، البرامج الجميلة اللي تقدمها شاشة الريان، شنو تابعتي منها خلال العيد؟ يمكن الوجهة أكثر شيء وبرنامجكم، يعني حلوة الثقافة المعلومات الجديدة. الوجهة وبرنامجنا تستاهلين يا عبير، ويستاهل أيضا زميلنا سعود المعضيد على البرنامج الجميل اللي قدمه. وأيضا يا عبير عندنا برنامج ليالي العيد الساعة 9، انتظري ترى اليوم في مفاجآت حلوة. جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. لاتش في السمك، لاتش في البحر. عبير تحبين السمك، تحبين الأشياء البحرية؟ أي يعني. زين، اليريور، الخباطة، الخبط، شو الفرق بينهم؟ عبير أنا بساعدك شوي، اليريور هو سمك القرش. أيوة. خباطة، الخبط، أساعدك؟ أي في اسمشتين وفي شيء أداة، الأداة كان يعني اليريور الصالبة، اليريور هو مختلف. عبير ركزي شوي، عبير ركزي، خلا ساعدت شوي. عبير في اسمين من الأسامي الموجودين يعني هم من الأسماك الموجودة في في البحر ما أسمع. الخباطة تقريبا. عبير تختارتيهم كلهم، أعطينا اختيار، أعطينا آخر اختيار. يا عبير يا الخباطة يا الخب. الخبط. الخبط ان شاء الله. اكيد نثبت ان شاء الله. زين تعرفين شنو الخبط؟ لا. زين اليريور والخباطه هي من انواع السمك، والخبط هي من ادوات البحر. فالف مبروك، تدخلين معانا يا عبير ان شاء الله، تدخلين معانا سحب. الف مبروك يا عبير. يستاهلون يا فيصل هالغرافه. تستاهل، وايضا تستاهل عبير، تستاهل عبير الدخول معانا. نستقبل اتصال اخر ونقول لك العام انتم طيبين. سلام وانت بخير. وانت بخير وسعادة يا اختي. تعرفينا باسمك من اي منطقة؟ اسمي هند فيصل العمادي، وانا من منطقة الهلال. هند من الهلال، حي الله الهلال. كم عمرك يا هند؟ عندي عمري 10 سنوات. 10 سنوات، عندك حد ينبك يسألك يا هند؟ اي عندي اهلي. صبر صبر خلينا نشوف. زين هند كم جمعتي في العيد هند؟ وايد فلوس. اوبا وايد فلوس، كم يعني كم رقم؟ كم الرقم يعني 500 600 كم؟ 300. 300؟ اي. وإذا زدنا عليها 500 اليوم كم بتصير؟ صبر فيصل، هي قالت 300 ولا 300,000؟ أنا سمعتها 300,000. 300,000 جمعتها. ها هند 300 ولا 300,000؟ 300. 300 وإن شاء الله تفوزين معانا وتدخلين السحب، وال 300 تصير كم؟ تصير 800. أنا جائزتنا اليوم عبارة عن 500 ريال مقدمة من الشركات اللي قدمت لنا جوائز في برنامج عيدكم مبارك. علي لازم نعطي هند سؤال سهل. تستاهل تفوز. تستاهل هند. ونزيد عديتها. تستاهل. وعطها السؤال عندك. هند بعطيك ثلاث كلمات، أعطيني واحدة فيها بتكون غير عن الباقي. زين سؤال سهل. زين عندك البحر ولا النقعة ولا السيل؟ البحر. لا عندك بحر، نقعة وسيل. أنا أسهلك يا هند. هند واحدة يعني في واحدة منهم ما فيهم ما يتحرك، الباقي ما يتحرك فيهم. من الماء اللي يتحرك فيهم؟ من الماء يتحرك فيهم؟ أعطيني. النقعة. النقعة إيش فيها؟ ما تتحرك. ما تتحرك صح. الماء فيها ما يتحرك، والبحر والسيل ما فيها يتحرك. ألف مبروك يا هند، وهند بتدخلين معنا السحب إن شاء الله، وراح إن شاء الله تفوزين، وال 300 تصير 800 ان شاء الله. هند العمادي من الهلال فازت معانا ودخلت معانا في القرعه، وفالك الفوز يا هند. فيصل اجواء العيد حلوه جدا جدا، والتباعد الاجتماعي موجود عندنا اكيد، والناس اصبحوا في وعي. لكن خلينا نشوف فرحه عيالنا والفيديوهات الجميله. والله مشتاق اشوف هالفيديوهات، خلينا نشوف الفيديوهات مع اعزائنا المشاهدين. We'll be right back.
بابا حمد. سلاميكم. كل سنة. سنة. وانتو. وانتو. طيبين. تمين. بحبك. بحبك. يا قطر. تكايا. عام وانتو بخير وعيدكم مبارك وخليكم في البيت. كل عام وانتو بخير وعيدكم مبارك وخليكم في البيت. عيدكم مبارك من أجل قطر خليكم في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك العام وانتو بخير. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام عقب ما شفنا عيالنا وكشخة العيد وأجواء العيد عنهم. أنا عجبني الشوي الصراحة. شفته؟ شكلي راح أسوي في البيت اليوم باشوي شيء لأن صراحة منظر الشوي واللحم في العيد ما شاء الله شكله حلو ومغري. الأجواء العائلية أيضا حلوة يا علي في العيد. واحدة من الأشياء المستفادة في هذا الوباء الله يبعده عنها إن شاء الله إن تجمعنا في البيت، عرفت شلون؟ رغم التباعد الاجتماعي داخل المنزل ايضا صارت في فعاليات في البيت، ممكن الواحد يشوي يلعب مع عياله، ممكن واحد يقرا كتاب، ممكن واحد يثقف نفسه بمواقع تعليميه عبر الواتساب، ايضا في دورات تعليميه عن طريق التواصل الاجتماعي. علي ان شاء الله هالعيد احنا متباعدين وكلنا في بيته، لكن صح. ان شاء الله الاعياد القادمه ان شاء الله نتجمع ونكون مع بعض ونزور بعض ونشوف ربعنا واهلنا في كل مكان ان شاء الله، لكن دائما اعزائي المشاهدين خلكم حريصين على التباعد الاجتماعي، خلكم حريصين دائما على انه هذه كلها فتره بسيطه ان شاء الله راح يزول هذا الوباء ويزول هذه الاجراءات صحيح. ان شاء الله ونرجع لطبيعتنا، نرجع للحياه الطبيعيه باذن الله. ما راح نطول معنا ما راح نطول، انا ما ابي اطول في الكلام، ناخذ متسابقين ابي يفوزون اليوم. نقول الو. الو. يا هلا ومرحبا، من معاي؟ السلام عليكم. نور من الخور. نور من الخور. من الخور، يا هلا ومرحبا بهل الخور. هلا نور. ايش اجواءك في العيد؟ وناسه. ايش سويتوا؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ ولا ما يصير تطرحون تروحون؟ ايش سويتوا في البيت؟ فعاليات ما شاء الله. زين، انا الحين اليوم باخذ انا شوي عن علي. علي انا اليوم انت كل مره تسال في 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 التحدي، انا اليوم صحيح. احنا انا باسال وانت ساعد نور من الخور في هذه المسابقه، ايش رايك؟ تستاهل نور ويستاهلون هالخور، وانا معاك يا نور ان شاء الله. زين نور، لعبه التحدي عباره عن 10 اشياء انت بينك وبين علي، يعني انت تعطين اسم وعلي يعطي اسم، انت تعطين اسم وعلي يعطي اسم، اوكي؟ على حسب الموضوع اللي انا بختاره لك. زين اتفقنا؟ زين اعطيني 10 بلدان تقع في قاره اوروبا. انا بعطيك الاجابه الاولى وانت الثانيه، انت 5 وانا 5. أوكي. انا بقول لك بيلاروسيا. بريطانيا. حلو، يلا 2. انا بقول لك بلغاريا. 3. المانيا. اوكي حلو. لا بحرف الباء. لا 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 صحيح المانيا. على رومانيا. روسيا. حلو. الدنمارك. فرنسا. بلجيكا. النمسا. حلو بعد 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 اعطيني بعد اعطيني بعد النمسا. نقول المانيا. علي كررت انت المانيا. يلا قول يا نور. انا خسرت وانت ربحتي معانا يا نور. نور من الخور نقول لك الف نور مبروك. نور الف الف مبروك دخولك في السحب، تستاهلين 500 ريال. علي طبعا خسران اليوم، علي مع انه يغش من الورقه. يعني عندك مساعدات يستنونها الخور. بس فيصل خل نذكر مشاهدينا الكرام على الجوائز الموجوده معانا، وهي قسائم شرائيه بقيمه 500 ريال من ريلاتو، قسائم شرائيه بقيمه 500 ريال من كونسبت الدوحه، مجموعه قسائم شرائيه بقيمه 500 ريال مقدمه من قهوتنا التابعه لمجموعه بلمه للضيافه لعدد 5 مشتركين، والجائزه يعني القيمه ايضا مقدمه من الجابر للساعات. يا فيصل ناخذ اتصال اخر. ناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا، تعرفني باسمك؟ عبد الله انور من الخريطيات. والنعم يا عبد الله، شلونك يا عبد الله؟ بخير الله يسلمك. شلون العيد معاك؟ بخير الله يسلمك. شنو اجواءكم في العيد يا عبد الله؟ اجوانا في العيد والله احتفلنا مع الاهل الحمد لله، والعيد كان بخير في البيت. زين الحمد لله، ان شاء الله للعيد الجاي
تروح حق ربعك وتروح حق عمامك وخوالك وتزورهم إن شاء الله، والعيد الجاي إن شاء الله يكون أفضل ونتجمع كلنا مع بعض إن شاء الله. عبد الله نعطيك سؤال، جاهز أسئلة تتحدى معه؟ أنا أتحدى معه، روح يستاهل. عبد الله، عبد الله يستاهل. عبد الله أنا بسألك سؤال بسيط جدا، تتحدى مع الزميل فيصل المهندي وإن شاء الله فالك الفوز وتدش معنا على السحبات، جاهز؟ جاهز. اذكر محيطات وبحور، 10 محيطات، أنت عليك 5 وفيصل المهندي عليه 5، ابتدي يا فيصل. يلا أنا بعطيك المحيط الأطلسي. محيط الهندي. حلو. البحر الهادي. المحيط الهادي، مو في بحر هادي. الأطلنطي قالوا؟ إيه قلت له. هو الأطلسي هو الأطلنطي. تقدر بحر بعد. المحيط عبد الله عندك بحور، عندك خلجان، عندك أي شيء في ماي. يلا البحر الأحمر عبد الله، البحر الأحمر عبد الله. فيصل. بحر الأحمر. إيه فيصل. بحر الأسود. بحر الغارية. لا بحر الغارية يا عبد الله. في البحر، بحر الأبيض يا عبد الله. البحر الأبيض يا عبد الله. بنسألك آخر مساعدة هاي فيصل. يلا عبد الله عطني من 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 البحار الموجودة. بحر الأسود. بحر العرب. بحر الأسود صح. عندك عندك الخليج العربي بعد، وين عندك آخر واحد؟ بس أنا أساعد، بعطيه بحر قزوين. بحر الأحمر. بحر الأحمر قلته. ألف مبروك، خلك دخلت معانا، دخلت معانا يا عبد الله. ما قصرت يا عبد الله، أنور من الإخرطيات. ما راح تخسر، يا ما في حد راح يخسر. فاز معانا عبد الله أنور، ألف مبروك. فزت معانا من الإخرطيات أخوي عبد الله أنور. مشاهدينا الكرام، أسئلتنا خفيفة وأسئلتنا جميلة، بس فيصل حلوة. الغارية عجبني صراحة. الغارية عجبك. لكن إن شاء الله مشاهدينا الكرام راح نستمر معاكم مسابقاتنا، ويستاهل أخوي عبد الله من الإخرطيات دخل معانا. إن شاء الله تفوز يا عبد الله، فالك فوز إن شاء الله. فيصل ونواصل معاكم. أكيد. حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم عيدكم مبارك. قبل ما نروح للقرعة ونسحب على الجوائز اللي راح تستاهل إن شاء الله اليوم تفوز، خلونا نشوف مجموعة من الواتسابات اللي جاتنا وصور عيالنا وفيديوهاتهم اللي احتفلوا فيها في العيد، خلونا نشوف. بحبك يا قطر. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وخليكم في البيت. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وخليكم في البيت. عيدكم مبارك من اجل قطر، خليكم في البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. عشان قطر ادعوا في البيت طبعا، مثل ما انتم شايفين احنا مسوي كبار عشان نحتفل بالعيد مع امي وابوي واخواننا، عشان العيد ونقدر نطلع نحتفل بالبيت. رجعنا لكم مشاهدي الكرام ونشوف الاجواء الجميله مع عيالنا وملابس العيد واجواءهم في البيت، وايضا التباعد الاجتماعي الموجود في البيت. فيصل، وانا جاي الاستديو اليوم كانت في نقاط من الدوريات، ايضا نقدم تحيه لوزارة الداخلية اللي صراحة للأمانة سهرانين من يعني على راحتنا وعلى أيضا راحة المجتمع. اليوم سألوني هل نزلت برنامج احتراز ورويتهم وأنا ماشي، صادفتك هالموضوع؟ أكيد طبعا علي، أي حد يمشي بالشارع مش بالضرورة أن لازم تصادف دورية عشان تشوف هنا برنامج صح. احتراز، برنامج احتراز لجلك أنت أو جدت حكومتنا الغالية عساس تحمينا
وتحمي غيرنا من هذا الفيروس. اتمنى من كل المشاهدين انك ينزل برنامج احتراز لانه يوضح لك الحاله اللي انت فيها. صحيح. وايضا يوضح لك اخر الاحصائيات وايضا يعطيك اخر ايضا في الخطوط الساخنه اللي موجوده انك ممكن تتصل في حال في حاله اشتباه او في حاله ان انت حسيت بمرض او شيء انك ودك انك تكشف على نفسك. هذه الامور كلها ان شاء الله راح تكون في صالحكم انتم ضمن برنامج احتراز. نتمنى الشفاء العاجل لجميع من أصابه فيروس كورونا، ونتمنى من الموجودين في على أرض بلادنا الغالية قطر أن الله يحميهم وإن شاء الله ويكونوا مشافين معافين. أنا يبقى السلة هاي كلها بتفوز اليوم، يستاهلون كل السلة اليوم هاي بتفوز اليوم إن شاء الله. نرجع حق جوائزنا، نعرف جوائزنا، عرف جوائز مشاهدين الكرام. 5 جوائز قسائم شرائية مقدمة ب500 ريال من قهوتنا التابعة لمجموعة بلمة للضيافة لخمس مشتركين. راح نبتدي في الجائزة الأولى. عطني الجائزة الأولى يا فيصل. علي خلينا نقول إن إحنا كل اللي شاركوا اليوم عن طريق الواتساب أرسل فيديوهات أساميهم دخلت، كل اللي اتصلوا أساميهم. أسرع يا فيصل عشان عندنا 10 مشتركين راح يأخذون الجوائز إن شاء الله. أسرع. الفائز الأول دان مصطفى. أعتقد هذا بعد الفيديوهات. دان ومصطفى. دان فازوا معنا بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال مقدمة من قهوتنا التابعة لمجموعة بلمة للضيافة. الفائز الثاني نجلة حسين محمد. نجلة نجلة, نجلة حسين محمد. احدى الفيديوهات ايضا اللي ارسلوها لنا عبر الواتساب فازت معنا بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال من قهوتنا التابعة لمجموعة بلمة. الفائز الثالث فاطمة الحسني. فاطمة الحسني فازت معنا بمجموعة قسائم شرائية بقيمة 500 ريال من قهوتنا التابعة لمجموعة بلمة للضيافة. باقي آخر اللي طرشوا الفيديوهات كلهم بيفوزون شكلهم اليوم. ايه؟ ما شاء الله احنا عندنا الحين 3 فازوا، باقي 2. ندى وفايز محمد. ندى وفايز محمد ايضا واتساب. من الفيديوهات اللي ارسلت لنا عن طريق الواتساب وفازوا معنا بمجموعة قسائم شرائية بقيمة 500 ريال من قهوتنا يا فيصل والتابعة لمجموعة بلمة للضيافة. اسرع يا فيصل، باقي آخر واحد. في بكره بعد جواز صح ولا لا؟ اي في عندنا حلقه بننوه عليها ان شاء الله بعد الجواز. اي يعني لا اعزائي المشاهدين ترى في بكره جواز ان شاء الله، وفي غير العشره في بكره ان شاء الله 10. اللي ما قدر يلحق ويطرش اليوم على الواتساب بكره طرش، وبكره اتصل ان شاء الله راح تدخل الساعه. خلينا نشوف المتاز الخامس. فتحيه العوضي. فتحيه العوضي الف مبروك، فزتي معانا بمجموعه قسائم شرائيه بقيمه 500 ريال مقدمه من قهوتنا التابعه لمجموعه بلمة للضيافه. خلصنا 5. خلنا نروح حق قسائم شرائيه بقيمه 500 ريال من كسبت الدوحه. من كسبت يستاهلون. يستاهلون. اسرع. هند العمادي. هند العمادي. هند ألف مبروك يا هند اللي ربحتي او جمعتي 300 ريال. 300 وهاي الحين 500. هذه قسيمه شرائيه مقدمه ب 500 ريال مقدمه من كسبت الدوحه. مبروك يا هند العمادي. عطني بعد واحد. اسرع يا فيصل. تميم من السيليه. تميم من السيلية فس معانا بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال مقدمة من كونسبت الدوحة. ألف مبروك. الحين بنروح حق مجموعة قسائم شرائية مقدمة من ريلاتو بقيمة 500 ريال. دانيا صالح. دانيا صالح فس معانا بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال من ريلاتو من الفيديوهات اللي مرسل لنا عبر الواتساب. علي كم باقينا؟ باقينا جائزتين، جائزة ريلاتو وجائزة للجابر. أسرع يا فيصل. حمزة سباع. حمزة سباع مبروك. حمزة سباع. حمزة سباع مبروك فزت معانا بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال من ريلاتو. ألف مبروك. والجائزة الأخيرة فيصل، الجائزة القيمة من الجابر للساعات. قبل ما أسحب الجائزة الأخيرة، كل اللي اتصلوا اليوم ترى إحنا اللي فزنا. صحيح. فزنا بسماع صوتكم، فزنا بمشاركتكم في برنامج عيدكم مبارك، وايضا فزنا بمشاركتكم وايضا شفنا هذه. لكن الجمهور ينتظر جائزه من الجابر للساعات. اسرع يا فيصل. من المزن المله. المزن المله. الف مبروك المزن، فزتي معانا بجائزه قيمه من الجابر للساعات. مشاهدينا الكرام احنا سعدنا اليوم، وانا سعدت بزميلي فيصل المهندي، ومشاهدي الكرام الكل كان معانا اليوم فايز اللي ارسلوا لنا فيديوهات واللي اتصلوا علينا واللي ما فاز. بكره ان شاء الله راح تكون عندنا حلقه اللي هي الحلقه الخامسه والاخيره ان شاء الله، واللي ما فاز معانا اليوم يفوز معانا بكره. في امان الله يا فيصل. في امان الله اعزائي المشاهدين، ونشوفكم على خير وعلى بركه الله.